Un moment historique, Inch'Allah, l'Yuma. Or, la qualification de l'équipe nationale et demi-finale, Inch'Allah, des légions. On souhaite bon courage d'ailleurs. L'équipe nationale reste dans quelques minutes, Inch'Allah, face au USA contre le Wilayat Mutahida Amerikia. Tout d'abord, j'aimerais bien sûr, un rahboub des clubs mythiques, le siège d'Alliance Maroc, des clubs Casablanca mythiques. Et bien sûr, et le nouveau-né, qui fait les beaux jours du football féminin également, ils sont parmi nous. S'il vous plaît, vos applaudissements. Bonjour. Bonjour. Merci, Simogad. Alliance Maroc, et personnellement, on est très ravis de vous accueillir. Nous sommes 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 très ravis de vous accueillir. Radio Max, le Farid Techni, le Sahafi, le Idari, le بت قبل قليل برنامج علماء تنشكركم جزيل الشكر تنشكركم ايضا للمتابعه اللي غديروا المباراه كره القدم ديال الفريق الوطني اللي عندنا امل كبير انه يدوزنا لنصف النهايه بعد ما تاهل لربع النهايه ديال الالعاب الاولمبيه. الشكر الموصول لكامل الصحفيين الرياضيين اللي شرفونا وحنا فخورين بالتواجد ديالهم في مقر شركة أليونز ماروك. أيضا ارتأينا باش يحضر معنا هاد اللقاء ثلاثة ديال الفرق، الفريق النسوي ديال سباتا سبورتينغ كازا الشابات الواعدات هزقهم على الصحة. ايضا معنا اللعابه ديال قبل 17 عام ديال فريقين عريقين بالمغرب وبالاخص معروفين بالدار البيضاء. هاد الشباب اللي حاضر هاد المناسبه بيناتهم عندهم الموهبه عندهم الاراده، وتنتمنوا ان هاد الشباب اللي حاضروا هاد الشابات بيناتهم لاعبين متفوقين ويكون عندهم صدى وطني افريقي وعالمي ان شاء الله بحال سي باسير اللي حنايا فرحانين به. كنشكروه سي باسير، سي صلاح مرحبا بك، حنايا فخورين بالتواجد ديالك معنا هنايا في أليونز ماروك. المسيرة الرياضية ديالك تتشهد لك بصمات واضحة في الساحة الرياضية الكروية بالمغرب وإفريقيا وأيضا المجال العالمي. تنشكرك بزاف هذه المناسبة. أيضا ليكيب ناسيونال صلاح الدين باسير، فريمون نو سون فريمون تخي فيغ أنك تكون معنا اليوم وفخور أنك تكون معنا اليوم. شفنا السفيان ولد الوزيز، كبرتي في الوزيز إيكالمون، معنا دي جون اللي معنا اللي سون دي يو 17 دابا. كان عندك أن غيف وحلم حققتيه باش تحمل قميص المنتخب الوطني المغربي. سفيان واحد النهار حلم كذلك انه يلعب ليكيب ناسيونال. تاد الوداد اللي معنا دابا كيحلموا، شنو الميساج اللي خاص توصل لهم باش يوصلوا
ويحققوا الاهداف ديالهم والحلم ديالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جيت فخور بالتواجد معكم اليوم. نشكر اليونس على هذه الاستضافه. اكيد كل كيعرف بانه عبد الرفيق انا ولد حي شعبي دار بغلف. كبرت كيف ما انتم ولاد الاحياء الشعبيه، كان عندي طموح كبير، كنت كنتمنى انه التحق احد الفرق الكبرى. فتيسر لي الامر التحق فريق الرجاء البيضاوي، يعني مينين كان انجينيور، ولكن كانت الطموحات ديالي يعني ما كانش باغي نوصل دغيا، يعني كل مره كنقول خصني نكون طلع الكادي ونكون رسمي جينيور رسمي بعد ليكيب ان شاء الله ليكيب بريمير عند ليكيب ناس الى اخره. يسر لي الله الامر، ولكن واحد العمل يعني جبار. اول حاجه الانضباط، الماكله مزيانه، ما كاينش السهر بزاف، البيئه الوسط اللي كتسكنوا فيه ولا اصدقاء اللي خصكم تكونوا مزيانين تختاروهم لانه كيساعدوكم بزاف. كذلك في التدريب اليوم الحمد لله الشباب ديال اليوم كيف ما كان الحال، البنيه التحتيه افضل ما كانت على ما كانت في الوقت ديالنا. كاينين مؤطرين اليوم اللي عندهم دي ديبلوم كيساعدوكم، فكنظن الى شاهدتوا وواظبتوا فغادي توصلوا يعني المبتغى ديالكم. الى شفتوا اليوم رحيمي فراه كبر في التيران ديال الرجاء، ما كان عنده والو، كيخرج يتري كيمشي يقرا، ولكن كان عنده طموح نوصل ليكو بريمير ما خداوش. هذا اللي سانكو راه كاين اللي ما يقدرش يتختار في الفريق الاول، ولكن كيمشي في فريق طيب شي فريق وكيف يعني كيسهل عليه الله. على سبيل المثال رحيمي مشى نجم الشباب، نجم الشباب كان في الهوات، هو فريق عارق ولكن كان في الهوات، ولكن امن بالقدرات ديالو واجتهد وخدم ومن بعد رجع الراجا فوريا شيخور، هو تبارك الله كيتالق. كذلك طلال القرقوري الهدهودي كثير من الاسماء. اذا ما تفقدوش الامل، اجتهدوا وخدموا مزيان غادي توصلوا ان شاء الله. انا كان الامنيه ديالي هو ان نلعب مع الفريق الاول ديال الرجاء البيضاوي، ملي طلعت ليه تمنيت ان نفوز القافز فيها، بغيت نمشي ليكيب ناسيونال، مشيت ولعبت المونديال سجلت فيه، لعبت كوب دافريك سجلت فيه، مشيت لاسبانيا ديت البطوله، مشيت للسعوديه يسر لي الله ديت كاس اسيا وكاس كؤوس اسيويه، لعبت البطوله العربيه ديت فيها هداف، اللهم لك الحمد. ولكن كل شيء هادشي مجهودات فهمتيني ديال الوسط اللي معايا، ماشي غير انا بوحدي، كاين العائله ديالي، كاين الزنقه، كاين المدرسه، كاين الاصدقاء، كاين التيران. كنتمنى هاد النصائح يعني تستافدوا منها باذن الله، وديروا دائما الى شاهدتي غتوصل.
تابعونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.